نقرأ الحديث الثالث. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. نعم، إذن موسى بن إسماعيل، من هو موسى بن إسماعيل؟ من هو؟ تفضل. أبو سلمة التبوذكي. نعم، هو أبو سلمة التبوذكي، وكان من حفاظ المصريين، من كبار علماء مصر. فانظروا إلى العلم، حفاظ من المدينة، حفاظ من مكة، حفاظ من مصر، حفاظ من البصرة. فكل بلد كان فيها مجموعة من العلماء ومجموعة من الحفاظ، كانوا يسافرون حتى يسمعوا حديثا واحدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا أبو عوانة. أبو عوانة، من أبو عوانة؟ تفضل. وضاح بن عبد الله اليشكري. نعم، هو وضاح اليشكري، كان كتابه في غاية الإتقان. وهناك أبو عوانة صاحب المسند، وهذا متأخر، فبعض الناس يختلط عندما يسمع أبو عوانة يظن أنه صاحب المسند أو المستخرج على صحيح مسلم، فهذا لا، هذا راون متقدم عن البخاري وعن مسلم، فهو وضاح اليشكري، وكان كتابه في غاية الإتقان. فهناك ممن يكتب في الدرس، في درس الشيخ، منهم من يتقن ومنهم من لا يتقن، فهذا كان معروفا إذا كتب جود وأتقن الكتابة. فكما ترون الرواة الذين انتقاهم البخاري في كتابه الصحيح هم أئمة وحفاظ وعلماء. فالبخاري رحمه الله وقف على 600 طريق، 600,000 إسناد وقف عليه البخاري، فانتقى وغربل حتى حصل حوالي 3,000. فانظروا إلى هذا الجهد الجبار. وقال: وما تركته من الصحيح أكثر، أي أنا لا أقول باقي الأسانيد أنها ضعيفة، لكن هذه المصطفى عندي. نعم. قال حدثنا موسى بن أبي عائشة. قال قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. إذن هنا من راوي هذا الخبر؟ من؟ لا، بعد سعيد بن جبير من؟ ابن عباس، هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتفقه في دين الله وأن يتعلم التأويل، أي التفسير، فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وابن عباس عندما كان في صغره، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، فقال لصاحبه: تعال بنا نطلب العلم عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم متوافرون. فقال: ماذا ندرك وكيف نتقدم ومن نسبق؟ فلم يطلب العلم ذاك وهو طلب، فأصبح من كبار الصحابة في العلم، حتى كان وهو في صغره يدخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين مشايخ، بين مشايخ بدر، كبار الصحابة الذين كانوا في وقعة بدر، فكأنهم لمحوا له بأن هذا صغير كيف يجالس الكبار. فقال لهم: ماذا تقولون في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ قالوا: أمرنا إذا جاء النصر أن نحمد الله ونستغفره. فقال: ماذا تقول يا ابن عباس؟ قال: هذه علامة اقتراب موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه: لا أعلم من الآية إلا ما قال ابن عباس. فانظر أنه غلبهم في العلم، فشاركهم في المجلس. فإذا العلم يرفع صاحبه ويجعله يجالس الكبار، فليس العبرة بالسن
وليس العبرة بالجاه والسلطان، فالعلم يجعل العالم يحكم على الحكام، كما قال الشاعر: إن الأكابر يحكمون على الورى، أي يحكمون على الناس، وعلى الأكابر تحكم العلماء، ومن فاته العلم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. نسأل الله أن نكون نحن وإياكم من الذين يطلبون العلم حتى الممات. فالإمام أحمد طلب العلم في الشباب وحتى الممات، حتى رؤيا وهو يحمل المحضرة: يا إمام إلى متى تطلب العلم؟ قال: مع المحضرة إلى المقبرة، مع المحضرة إلى المقبرة، لا أترك طلب العلم. فلذا أصبح إمام أهل السنة. نعم.